قال صحيفة العربي الجديد إن اليمن يعيش على وقع تصعيد خطير إثر قصف الحوثيين لأبو ظبي أول مرة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ورد الإمارات القوي بقصف مكثف طال صنعاء، وستكون له تداعيات جسيمة على الاقتصاد اليمني والجهود الإنسانية الدولية التي تحاول الحد من الأزمة الإنسانية في اليمن حسب مراقبين. ووفقا للصحيفة فإن اليمن بهذا التصعيد والقصف المتبادل دخل منعطفا خطيرا ينذر بالمزيد من الأزمات الاقتصادية المتفجرة في البلاد بشكل كبير بعد 7 سنوات من الصراع الطاحن، الأمر الذي سيشدد الحصار أكثر على الموانئ التجارية والمطارات ويؤدي إلى خنق التجارة والنقل. وتلفت الصحيفة إلى أن التوترات والأحداث المستجدات الراهنة والقصف المتبادل بين الإمارات والحوثيين ستزيد من حدة الحصار التجاري على الموانئ والمطارات اليمنية، وتفاقم أزمة الوقود المتفجرة حاليا والتي تعد الكبرى منذ بداية الحرب الدائرة في اليمن، ما سيوسع رقعة الفقر والبطالة والأزمة الإنسانية.